نكمل السؤال الأول، المثال الأول اللي من طيب السؤال. نظام تحميل اعتيادي مسلط عليه يونيفورم لود، ومسلط عليه كونسنتريتد لود، ومسلط عليه كونسنتريتد لود. هنا الرياكشنات هي ار بي و ار اي. طبعا حل السؤال الرياكشنات مثل ما تعلمنا سابقا، يعني راح اشرحها هنا على الرسم، ارجو الانتباه. اخذ عزم بهاي النقطة، القوة المؤثرة اللي هي ار اي في مسافتها اللي هي هنا 5 تساوي 5 كيلو نيوتن في 4 زائد 7 كيلو نيوتن في 1 زائد 4 كيلو نيوتن في المسافة الكلية اللي هي 5، 4 في 5 في الآن المسافة من مركز تسليط هذه القوة إلى النقطة اللي ماخذ بها عزم، واللي هي نص الخمسة اللي هي 2.5. إذا راح تكون 4 في 5 في 2.5، راح يطلع لي الرياكشن A. summation force راح يطلع لي الرياكشن at B. الرياكشن at A طلع 15، الرياكشن at B طلع 19. الآن اجينا للرسم، صعدنا هنا بمقدار ال ار اي اللي هي 15، يونيفورم لود من هاي النقطة إلى هاي النقطة اللي هي 4 في 1 4 ناقص 15 فظلت 11. نزلنا بمقدار 5 من 11 ل 11 ناقص 5 فصارت 6. يونيفورم لود من هاي النقطة إلى هاي النقطة اللي هي 4 في 3 12، عندي 6 ناقص 12 فصارت ناقص 6. اجتني شير فورس مركزة هنا 7 باتجاه الأسفل، عندي ناقص 6، وجدتني 7 صارت ناقص 13، ناقص 13 هاي 4 في 1 4، 4 و13 صارت 17. زين الرياكشن آت بي اللي هو جيت 19، فراح أصعد بمقدار 2 للاتجاه الأعلى، أمشي ثابت لأن هنا أنا ما عندي أي قوة مركزة. هنا أنا عندي هاي القوة اللي هي 2، راح يصفر عندي ال شير فورس دايجرام، معناها حلي صحيح. اجي له هذا مساحة هاي المنطقة، راح تسوي لي عزم لهنانة. اوكي نكمل الان. ف مساحة الشير هي تساوي العزم، هنا انا عندي 15 و11 26 تقسيم 2 13، إذا هاي النقطة هي 13. هذا مساحة مثلث اللي هي 6 في، طبعا هذا لازم أحسب المسافة هنا، لازم أحسب المسافة اللي هي العزم يصير بيها 0. شوف هو هنا شو مسوي، مطلع معادلة العزم مشتقتها مساويها للصفر، فطلع الى اكس تساوي 2.5، فعرف انه 1.5 من اي، فهاي النقطة اي اذا هي 1.5 من اي، اذا هاي المسافة هي 1.5. ف 6 في 1.5 9 على 2 4.5 زائد 13 يساوي 17.5. هذا المقدار عرفناه، ليش؟ لأن هاي هي 1.5، هاي 1.5، ايش بقى معدها؟ بقى معدها 1.5، إذا أيضا 6 في 2، 6 في 1.5 عفوا تقسيم 2 مساحة مثلث، راح تطلع سالب 4.5، عد 17.5 يروح معدها 4.5 فتبقى 13. أيضا أحسب مساحة هذه المنطقة تطلع 30، 30 مساحة هاي المنطقة، مساحة هاي المنطقة من اللي هي هاي، هاي المنطقة بالضبط، هاي المنطقة، هاي المنطقة اللي هو راح تطلع لي سالب 15، عندي 13 بالموجب و15 فتطلع سالب 2، هذه موجب 2 هاي سالب 2 راح تصفر، صار عندي المخطط واضح كامل.
The maximum bending stress, bending moment, هو ليس stress, occur between D and E, between D, وين هدي, D and E, يعني يقول راح يصير بينها. ليش؟ لأن مثل ما قلنا maximum bending يصير عندما الشير يساوي صفر. هذا الشير هنا يساوي صفر. إذن عندي الماكسيموم بيندينج يصير في هذه النقطة. طبعا هنا قلنا معادلة الشير وليس معادلة العزم. أنا أبحث عن هاي النقطة فأروح أطلع معادلة العزم، ومن معادلة العزم أشتقها أطلع معادلة الشير إذا ما أريد مباشرة أن أجد معادلة الشير. يعني مثل ما قلنا اللي هي مشتقة العزم يساوي الشير، فراح أساويها للصفر طبعا، راح تطلع عندي X اللي هي المسافة اللي على بعد كذا متر تساوي صفر. هنا أنا أيضا من معادلة العزم اللي سويتها أقدر أخذ الطرف الثاني مالتها وأحسب المسافة اللي عليها الـ X. طبعا أتوقعها هي في هاي النقطة، فهي بين D وبين B. سوالها معادلة عزم من الجهة الثانية، طبعا أخذها هو وساوى العزم للصفر وطلع الواي تساوي 1.12. طبعا الواي هاي هو من هنا لهنا حسبها الواي، فهنا أنا طلعت هنا بين الدي وبين البي طلعت 1.12. هذا حل السؤال الأول. حل السؤال الثاني، أيضا هذا نظام التحميل. هنا عندنا شيء جديد اللي هو أنه حمل منتشر ولكن بشكل مثلث وليس كونستانت. أيضا عندي هنا عزم مركز. إذن هنا عندي كل أنواع الحمل الممكنة موجودة في هذا السؤال. راح أجي هنا أجد الرياكشنات مثل ما تعلمناها بالطريقة الاعتيادية. أجد الرياكشنات، أخذ عزم في هذه المنطقة، هذا في مسافته زائد هذا في مسافته في المسافة من منتصفه. هذا شلون أحسبه؟ هذا يحسب كالآتي: 48 في المسافة مالته الكلية تقسيم 2، لأن مساحة مثلث. راح يتسلط وين؟ راح يتسلط في هاي النقطة هنا اللي هي شنو؟ اللي هي على بعد مسافة 2/3 من المسافة الكلية، 2/3 من المسافة الكلية اللي هو السنترويد مالت المثلث، اللي هو المفروض انتو تعرفوه يعني المرحلة الأولى أو من خلال التمارين اللي درستوها بالمقاومة. يتسلط دائما المثلث على مسافة 2/3 من نقطة الصفر هنا يعني. فالمسافة يعني أحسبها، راح يطلع لي الرياكشن آت بي، سميشن فورس باتجاه الأعلى، راح يطلع لي الرياكشن آت سي مثل ما سوى هو هنا. الآر سي في 6 زائد 10 في 3 في 1.5 زائد 80 زائد 80. طبعا هو هنا أخذ الرياكشن هنا هالمرة، شوف سميشنات آت بي هنا أخذها. إيش قال؟ قال 10 في 3 في 1.5، هاي 10 في 1 زائد 80. 80 منين جايتني هاي 80؟ اللي هي أعتقد هذا concentrated moment، هذا concentrated moment اللي هي 80 تساوي الآن نصف القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة اللي هي 6 متر في الارتفاع اللي هو 48 في ثلث. ليش؟ لأن احنا قلنا على مسافة 2/3 من نانا، فش بقى؟ بقى 1/3 من نانا. احنا نريد نحسب هنا هاي المسافة، فقال 1/3 في 6، 1/3 في 6. وانا ارجو انه واحد يفتهمها هاي الموضوع، انه المركز القوى راح يصير هنا 2/3 من هاي الجهة وواحد على 3 من هاي الجهة. طبعا 1/3 مو بس 1/3، 1/3 من المسافة الكلية، يعني اقول 1/3 في 6
أو 2 على 3 في 6، يعني مو بس تكتب 1 على 3 وخلاص، لا، 2 على 3 من القاعدة، أو 1 على 3 من القاعدة، ثلث أو ثلثين. الآن بعد ما طلعنا الشير وال، إحنا راح أنا أسولفها باختصار. هنا الرياكشن ما عندي رياكشن بالأي، فراح أحسب 10 في 3 30، فصارت عندي نقطة بالسالب 30، هاي نقطة هاي نقطة أوصل بيناتهم. إجا عندي هنا شنو رياكشن آت بي، اللي هو هذا رياكشن آت بي 146.8 ناقص 30 ظلت 116.8. إجا هسه عندي شنو الكابل، هذا العزم ما له تأثير بالشير فورس، فأجي وين أجي هذا الحمل المثلث، هذا الحمل المثلث هو حمل من الدرجة الأولى كحمل، عندما تأتي للشير راح يصير كير من الدرجة الثانية متناقص بالسالب، إذا راح يصير الحمل بهالشكل هذا. إيش قد هذا أحسب مساحته اللي هو اتفقنا عليها اللي هي 48.5 × 48.6 راح يطلع لي مقدار معين. أجي أضع النقطة ناقص 116 فراح يصير عندي سالب 27.2. أجي الرياكشن آت سي اللي هو 27.2 باتجاه الأعلى صفر الشير. تمام، العزم مثل ما قلنا هو مساحة الشير، هنا 30 في 3 90 على 2 طلعت عندي 45، هذا من الدرجة الأولى، إذا هذا راح يكون من الدرجة الثانية كير، كير هذا كير. إجا عندي شنو هسه؟ إجا عندي هذا العزم المركز اللي هو 80 سالب للأسفل، ف45 و80 صارت 125. تمام، هسه أجي أحسب مساحتها، طبعا هذا إلى قانون لحساب المساحة مالته، فراح يطلع عندي إلى هاي النقطة، إلى هاي النقطة، هاي النقطة راح تطلع عندي المساحة مال هاي المنطقة، فأحسب المساحة مال هاي المنطقة أنقصها من 125 راح يطلع عندي 47.3. تبقى عندي هاي أيضا بنفس الطريقة اللي حسبنا بها هاي، راح أحسب هاي راح تطلع عندي صفر، يعني تطلع لي سالب 47.3، فراح الصفر عندي. القانون مالها اعتقد هو لازم ينطيكم اياه الاستاذ، اللي هو يعني افترض انه ينطيس بالسؤال، يعني قانون حساب مساحة المثلث من الدرجة الثانية.